سكن واحدا في بيت من بيوت جاء البيت وسكن فيه وضبط الامور وزين الامور. ويوم زين الامور يا والله ذاك الرجال اللي طق عليه الباب. سلام عليكم السلام، يا هلا والله مرحب، عساك طيب، عساك بخير، تراني جارك وهذا مفتاح السيارة، سيارتهم في الجراج، خذها طال عمرك وروح به وتودي عيالك وتجيب عيالك وذا، وانا مشغول هالحين وبروح. انتبهوا معي للسالفة. يقول يوم ان الرجال سم قال لي هذا مفتاح الموتر في الباركن، اخذه وتراه جديد ما حد ركبه الا انت. قال وسال جارك زين؟ اي والله. خمس دقائق ويطلع ويهدي يولي ويمشي، وتم له يومين ثلاثة ايام اسبوع شهر ويجيه ويطق عليه الباب. قال سلام عليك. قال عليكم السلام، يا اهلا والله مرحب، شلونك، عساك طيب؟ قال تفضل. قال لا ماني بتفضل، لكن عيالك وينهم؟ قال عيالي موجودين. قال اخذ هذا المفتاح، عندي شيليه توسع صدرك فيه انت ويا عيالك، قاعدين كله في ذا البيت، طلعوا وروحوا صدركم. قال الله يجزيك خير ويرحم والديك، ما قصر، بيض الله وجهك. يقول عطاه الشيليه وراح. الكلام اللي انا بوصله لكم الحين وبوصله لكم وللمشاهدين، هذا نعم جار عطاك سيارته وعطاك شاليه وتشققت، شاليه وسيارة، رب العزة والجلال شعطاك الصحة والعافية، وكم عطاك؟ نعم لا تعد ولا تحصى، نعم واجد. إن شاء الله. ألا تشكر الله سبحانه وتعالى؟ ألا تحمد الله سبحانه وتعالى؟ ألا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ طلب منك يوميا خمس صلوات، اتصال بينك وبين أنت المحتاج. أما رب العزة والجلال فهو غني وكريم، يعطي السائل، هل من داعي فأستجيب له؟ هذا جارك وتشققت، فما بالك بملك الملوك رب العزة والجلال. الزوجة حلوة وجميلة لكنها بتكبر، والسيارة بتشتريها جميلة ولا نحسن منها، وبعد يومين تخرب بتدمر وتوديها الفحص. انت معي ولا لا؟ والأرض بتشتريها والبيت بتسكنه، لكن بعد شهرين سنة سنتين ثلاث سنين بيصير البيت تعودت عليه، دور بيت ثاني، اهدم البيت يا ولد، ترى بيتنا اندمر، بيت فلان مضبوط ما نحسن منه، سو بيتنا مثله، سو بيت جديد. قالت لا اهدمه وربطه وزينه. فكل شيء الى الاكبر الى الانتهاء. الفلوس عندك وبكره ما عندك فلوس، انت غني وبكره فقير، وانت فقير وبكره غني. لكن فكر في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، اعمل لتصعد إلى الجنة. وفقني الله وإياكم. اللهم آمين.